طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بيكم. إن شاء الله النهاردة هناخد أول حصة للمراجعة في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية. هنتهز الفرصة في المراجعة إن أنا عايز أتعرف على الأسئلة بتاع الامتحان الاسترشادي اللي هو امتحنتوه في شهر 5. منها نتعرف على شكل الأسئلة ونمط الأسئلة، ونقدر نجاوب على أسئلة زيها بعد كده إن شاء الله ونتدرب عليها. فعلى بركة الله نبدأ نحل أسئلة النموذج الاسترشادي بتاع 2021 شهر مايو. السؤال الأول بيقول إيه؟ يدرس علم الأحياء التطور الذي طرأ على بعض أنواع الثدييات معتمدا على علم، يا ترى الجيوكيمياء ولا الطبقات ولا الأحافير ولا الجيوفيزياء؟ طبعا الإجابة هتكون الأحافير اللي هي النقطة الثالثة أو جيم، على اعتبار أن الأحافير هي بقايا الكائنات الحية الميتة منذ ملايين السنين. نشوف السؤال الثاني. بيقول لي طية تتكون من 5 طبقات، تكون النسبة بين عناصر الطية، ومحدد لعناصر الطية المستوى المحوري والمحور والجناح على الترتيب. طيب نشوف مع بعض وبعدين نستنتج الإجابة. أنا عندي 5 طبقات. المستوى المحوري ده المستوى اللي بيقسم الطية إلى جزئين متماثلين، وأيا كان عدد الطبقات هيكون فيها مستوى محوري واحد، يبقى أول نقطة على الترتيب المفروض تبقى 1. طب المحور، هنا كل طبقة بيكون لها محور، كل طبقة من 5 لها محور، يعني أنا عندي 5 محاور، لأن المحور هو الخط الناتج من تقاطع المستوى المحوري مع سطح الطبقة. أنا عندي 5 طبقات يبقى عندي 5 محاور، يبقى أنا عندي مستوى محور 1 وعندي المحاور 5، والجناح أي طية بيكون ليها جناحان أيا كان عدد الطبقات، يبقى الإجابة على الترتيب هتكون 1 و5 محاور و2 جناح، يبقى هي 1 إلى 5 إلى 2، والإجابة هتكون رقم 4 اللي هي دال آخر نقطة. السؤال اللي بعد كده نشوف الشكل المقابل. يمثل نموذج لمجموعة من التراكيب التكتونية. تركيب تكتونية حدثت بفعل عوامل داخلية. ما التركيب الذي لا يوجد بهذا الشكل؟ لا يوجد بهذا الشكل. طيب أنا شايف في الشكل ده إن في عندي فالقين عاديين، ده فالق عادي وده فالق عادي، ودي كتلة من الصخور البارزة، يبقى ده فالق كتلة من الصخور البارزة الأعلى، يبقى ده فالق بارز أو ساتر، وفالق عادي وفالق عادي. كمان لاحظت بعد كده حصل حركة أفقية، يبقى ده فالق ذو حركة أفقية، يبقى أنا عندي التلاتة دول. فهنا بيقول لي ما التركيب الذي لا يوجد بهذا الشكل؟ فالق عادي، عندنا فالق عادي، عندنا 2، فالق ذو حركة أفقية، عندي فالق ذو حركة أفقية، فالق بارز، عندي فالق بارز، فالق معكوس، لا ما عنديش فالق معكوس. يبقى التركيب الذي لا يوجد بهذا الشكل هو الفالق المعكوس، اللي هي الإجابة 4، آخر نقطة في الأسئلة في الإجابات. السؤال اللي بعده السؤال بيقول إيه؟ نتج عن قوى الضغط التكتوني فالق إيه؟ الذي يميل مستواه على المستوى الأفقي بزاوية 12 درجة، وفالق بي الذي يميل مستواه على المستوى الأفقي بزاوية 52 درجة. ما المتوقع أن يكون تصنيف الفالقين A وB على الترتيب؟ خلي بالك لو أثناء جريتي للسؤال أنا بيقول لي نتج عن قوى ضغط. طيب الفوالق اللي بتنتج عن قوى ضغط هي فوالق معكوسة، يبقى إذن A وB دول معكوسين لأن في قوى ضغط للاتنين،
تمام. بس خلي بالك ايه بيقول لي، يميل مستواه على مستوى الافقي بزاويه 12، يعني الميل قليل. يجي ده اللي هو الفالق الدسر، والتاني الفالق التاني اللي هو بي اللي بزاويه 52، بما ان احنا اتفقنا الاثنين جايين نتيجه قوة ضغط تكتوني، يبقى فالق معكوس، يبقى الاجابه عندي بتكون فالق ايه؟ الاجابه بتكون فالق دسر وفالق معكوس، اللي هي فالق دسر وفالق معكوس، اللي هي الاجابه تاني نقطه. السؤال اللي بعد كده، السؤال بيقول ايه؟ نشوفه سوا. سؤال: الشكل التالي يوضح التتابع الرسوبي الذي يحتوي على بعض الأحافير، وجايب لي رموز للطبقات، الطفل بالشكل دوا، والحجر الرملي الشكل تحتيه، والشكل الثالث اللي من تحت ده اللي هو الحجر الجيري. فأنا الصخور الطبقة اللي من تحت دي اللي هي أسماك بدائية، اللي فوق منها دي حشرات بدائية، الطبقات اللي من فوق برمائيات بدائية. تمام. ما الفترة الزمنية التي تعبر عن هذا التتابع؟ الفترة الزمنية دي بتعبر عن التتابع، يا ترى أقل من 542 مليون سنة، ولا أكثر من 542 مليون سنة، ولا أكثر من 700 مليون سنة، ولا أقل من 90 مليون سنة؟ نشوف مع بعض. طبعا الإجابة عندي هنا هتكون أقل من 542 مليون سنة. طب هتقول لي ليه؟ أقول لحضرتك، احنا لما قسمنا الزمن الجيولوجي للأرض قسمناه إلى دهرين كبيرين، دهر الكريبتوزوي، وده استمر حوالي 4058 مليون سنة، كريبتوزوي أو الحياة غير المعلومة، كانش فيه أي أحياء ولا لها أي أحافير في الطبقات. طيب بعد كده 542 مليون سنة ده دهر الفانيروزوي، يبقى احنا بدأنا الفانيروزوي اللي هو يبدأ من الكامبري، يعني لو بدأنا من الكامبري يبقى 542 مليون سنة. لكن تعال نشوف، أنا عندي أسماك بدائية، وبعدين حشرات بدائية، وبعدين عندي الطبقة اللي من فوق دي اللي هي فيها برمائيات بدائية. نشوف كده الأسماك البدائية، طبعا وانت عندك السجل الجيولوجي عندك في الكتاب هتشوف الأسماك البدائية دي كانت في العصر السيلوري، وبعدين الحشرات البدائية اللي في الطبقات الأعلى منها في العصر الديفوني، وبعدين البرمائيات البدائية دي كانت في العصر الكربوني. أفهم إيه من الكلام ده؟ إن أنا بديت الطبقات اللي عندي من السيلوري، يعني معنى كده كان فيها الكامبري والأردوفيشي، يعني إذا في فترة من 542 مليون سنة مش موجودة، يبقى إذا ده يعني إيه؟ أقل من 542 مليون سنة، دي الإجابة الصحيحة. السؤال اللي بعده، المعدن السيليكاتي الذي استخدمه إنسان العصر الحجري في صيد الحيوانات، ده سؤال سهل جدا، يا ترى الفلسبار ولا الهيماتايت ولا الصوان ولا الكوارتز؟ طبعا هو معدن الصوان اللي استخدمه الإنسان في صناعة الحراب والسكاكين، يبقى الإجابة هنا النقطة الثالثة اللي هي الصوان. السؤال اللي بعده، المعدن الذي لا يخدش من لوح المخدش الخزفي، ايه معنى السؤال قبل ما نشوف الاختيارات؟ المعدن الذي لا يخدش من لوح المخدش الخزفي، اذا معناه ان المعدن ده المفروض صلابته تكون اعلى من صلابة لوح المخدش الخزفي. طب لوح المخدش الخزفي ده صلابته قد ايه؟ 6.5، يبقى انا مفروض ادور في المعادن اللي عندي معدن صلابته اكتر من 6.5 عشان ما يتخدش من لوح المخدش الخزفي. الإجابة عندي يا ترى الأرسوكليز ولا الإمسيست ولا الكالسايت ولا الأباتايت؟ تعال بينا نشوف سوا. يبقى أنا عايز معدن يكون صلابته أكتر من 6.5 اللي هو بتاع المخدش الخزفي عشان ما يتخدش بيه. نشوف، أنت واخد الأرسوكليز ده صلابته 6، ماشي، يبقى ده يتخدش. طب الإمسيست، هو مين الإمسيست ده؟ الإمسيست ده اللي هو الكوارتز، كوارتز بس بيكون فيه شوائب من اكاسيد الحديد، وده بيكون لونه بنفسجي. الخلاصه ان هو الكوارتز،
كوارتز صلاته 7، يبقى الكوارتز صلاته اعلى من صلاه المخدش الخزفي، اذا لا يخدش من لوح المخدش الخزفي. يبقى اذا الاجابه عندي الام سيست اللي هو الكوارتز اللي فيه شوائب من اكاسيد الحديد. دي الاجابه الصحيحه. بصيت انت لقيت الكالسايت دوت لقيت صلاته 3، الاباتايت لقيت صلاته 5، يبقى كل ده يتخدش ما عدا الامسيست اللي هو صلاته اكتر من صلاته لوح المخدش الخزفي اللي هو الكوارتز. السؤال اللي بعده، السؤال بيقول اي من العلاقات البيانيه التاليه تمثل العلاقه الصحيحه بين خاصيه الانفصام وقوه الروابط الكيميائيه؟ الانفصام والروابط الكيميائيه، قوه الروابط اللي هي الكيميائيه الموجوده في المعادن. طيب هنا انا عندي المحور الراسي في الرسومات البيانيه اللي عندي دي قوه الروابط، المحور الافقي ده يمثل الانفصام. تمام، ابدا مع نفسي اشوف اللي انا ذاكرته. الانفصام معناه ايه؟ قابليه المعدن للتشقق في مستويات ضعيفه الترابط. يبقى كل ما الترابط يكون ضعيف بين ذرات المعادن كل ما الانفصام يبقى اكتر. يبقى هنا هختار الاجابه اللي هي مين؟ انا عندي الاجابه هتبقى A. خلي بالك انا عندي A اللي هو اللي على الشمال خالص دوت، اللي على الشمال دوت قوه الرابط كل ما تبقى عاليه معايا الانفصام يبقى. شوف كده همشي ازاي، ادي A هنا، كل ما الروابط بتبقى قليلة كل ما الانفصام يبقى كبير. تمام، يبقى الإجابة هنا هتكون A. في حتة عايز أعرفك بيها بقى ودي تخلي بالك منها، أنا عندي في طلبة يفكر ده مثلا 1 2 3 4 يروح مختار الرابعة دي. لا، أنت شوف الحروف، وهنا جايب لك إيه اللي هي هنا التالتة، يبقى الإجابة التالتة. بص على هو عايز الحرف A، يبقى الرسم البياني A هو ده. تمام، يبقى ده إيه الإجابة هنا A. أي من المعادن الآتية ذو بريق فلزي ويتشقق في أكثر من اتجاه عند الطرق عليه؟ يبقى أنا عايز معدن فلزي. أنا لو بصيت هنا بقى هتلاقي هو المعدن الفلزي اللي هو الجالينة، المعدن الفلزي اللي هو الجالينة ده، يبقى المعدن الفلزي اللي هو الايه الجالينة. نشوف السؤال اللي بعد كده، سؤال حلو قوي نخلي بالنا منه. يبين الشكل التالي جزء من دورة الصخور. تمام، تعال نبص كده مع بعض. أنا عندي هنا فتات SiO2 اللي هو ثاني أكسيد السيليكون اللي هو المر اللي هو الرمل، يعني ده الرمل. تمام، بص كده السهم حصل له تحجر بصخر إيه؟ طب حبات الرمل دي لما تتحجر تتصلب تبقى صخر ايه؟ ده صخر الحجر الرملي، يبقى صخر الحجر الرملي. طب صخر الحجر الرملي ده لامس الصهير، يبقى اكيد حراره، يبقى تحول، يبقى اعطاني الصخر بيه. طب الحجر الرملي لما يتحول يبقى ايه؟ كوارتزيت. يبقى ايه دي؟ حجر رملي، بي دي كوارتزيت. تعال نشوف بقى ما الصخر A وB على الترتيب. خلي بالك من كلمة على الترتيب دي، احنا قلنا ايه ده حجر رملي B كوارتزيت. نشوف الإجابة كوارتزيت وحجر رملي ولا كوارتزيت ورمال ولا رمال وكوارتزيت ولا حجر رملي وكوارتزيت؟ زي ما انت قلت في الاول ده حجر رملي وده اللي هو بي اللي هو الكوارتزيت، ده اللي هو الترتيب الصحيح زي ما اتفقنا. وخلي بالك من كلمه على الترتيب، هو عايز ايه وبعدين بي،
قلنا ده حجر رملي وده كوارتزيت، يبقى امشي في الترتيب اللي انا عايزه اللي هو ده، لان ممكن انت ما خدتش بالك هتختار الاولى مش كده برضو. لكن هو بيقول لي ايه، وده ايه ده اللي هو الحجر الرملي، وبي ده اللي هو الكوارتزيت، يبقى الاجابه النقطه الرابعه الاخيره دي. السؤال اللي بعده، أثناء زيارتك للمتحف الجيولوجي وجدت عينة لصخر أبيض متعرق، ما نوع الصخر؟ على طول طالما إن في تعرق يبقى ده رخام مش كده؟ طيب الاختيارات، هل ده رسوبي فتاتي ولا ناري جوفي متوسط ولا ناري جوفي قاعدي ولا متحول كتلي؟ طبعا الرخام ده صخر متحول كتلي، الإجابة صخر متحول كتلي. السؤال اللي بعده، أثناء زيارتك لمعرض أحد المحاجر وجدت تمثال مصنوع من صخر تظهر فيه ألوان مكوناته المعدنية، وهي الأوليفين والبيروكسين والأنفيبول. خلي بالك، تظهر فيه ألوانه مكوناته المعدنية، يعني ألوان باينة واضحة. ما اسم هذا الصخر؟ هل هو البازلت ولا الجبرو ولا الديوريت ولا البريدوتيت؟ طبعا المكونات دي انا هلاقيها في البازلت والجبرو، تمام، حسب التركيب المعدني، تمام. طب في الوقت عايز الاختيار، يا ترى البازلت ولا الجبرو؟ هو بيقول لي تظهر، يعني حاجه وضحت. طيب اذا الاختيار هنا هيكون الجبرو. طب هتقول لي ليه جبرو؟ لان الجبرو ده صخر ناري جوفي، بلوراته كبيره، ترى، إذا طالما ترى، إذا احنا هنلاحظ المكونات، هتبقى الإجابة هي الجبرو وليست البازلت، يبقى الإجابة النقطة الثانية اللي هي الجبرو. السؤال اللي بعده، أي العلاقات البيانية التالية يعبر عن تبلور الصخور النارية؟ طيب نبص للرسم كده مع بعض ونلاحظ هو جايب لي ايه. المحور الرأسي عدد البلورات، والمحور الأفقي العمق. كويس، هنا خلي بالك يعبر عن تبلور الصخور، يبقى عايز علاقة بين العمق وعدد البلورات. يا ترى ايه ولا بي ولا سي ولا دي؟ طب نفهم مع بعض. انا يا شباب، كل ما العمق يكتر كل ما درجة حرارة تبقى عالية، كل ما التبلور يبقى بطيء، كل ما البلورات تبقى قليلة العدد وكبيرة الحجم. يبقى العمق يكتر البلورات عددها يبقى قليل، يبقى العلاقة دي علاقة عكسية. فين الرسمة اللي توضح لي العلاقة العكسية هنا في الأربعة دول؟ هي إيه اللي هي آخر واحدة دي؟ الاختيارات زي ما قلت لك، أنت دي جايبها إيه اللي هي الإجابة رقم 4، إيه اللي هي دي، تمام. السؤال اللي بعده، أي من العوامل الآتية هو العامل الرئيسي في نشاط البركان؟ ويجيب لي 4 اختيارات، طاقة داخل الصهير بسبب الغازات المحتبسة، دي جاية بالنص من سبب البركان، يبقى هي الإجابة رقم 1. الإجابة رقم 1. التانية بيقول لي قوة ضغط سببت فاصل، قوة ضغط سببت فالق معكوس، قوة شد سببت فالق عادي. هي الإجابة الأولانية اللي هي طاقة داخل الصهير سببت الغازات المحتبسة، هي الإجابة الصحيحة أو النقطة. السؤال اللي بعده، نشوف كده بيقول ايه. تدخلت ماجما قليلة اللزوجة، ماجما قليلة اللزوجة، بين الصخور، فكان فوقها حجر رملي، يبقى اللي فوق منها حجر رملي، واسفلها جرانيت. ما الصخور الناتجة
عن هذا التلامس من اعلى واسفل على الترتيب. خلي بالك، ركز اعلى واسفل. طيب انا عندي مجمع، تمام، قليله اللزوم، يعني مهم في حراره عاليه في المجمع دي، اكيد هتاثر على الحجر الرملي اللي هو الصخر الرسوبي اللي في جهه دوت وتحوله. طب الحجر الرملي اللي من فوق ده لما يتحول لايه؟ كوارتزيت. يبقى فوق اللي هي اعلى كوارتزيت، اسفلها جرانيت، الجرانيت ده صخر ناري، ايضا الصخر الناري يتحول بالملامسه بالحراره فيتحول الى ايه؟ يتحول الى النيس. يبقى هنا بالترتيب من اعلى هيكون كوارتزيت ومن اسفل هيكون النيس. اذا اختياري في الاجابات الثلاثه دي هيكون بالترتيب زي ما انت قلت، هيكون الكوارتزيت وبعدين الايه؟ النيس. السؤال اللي بعد كده، كل مما ياتي من عوامل ظهور تغيرات وراثيه للكائنات الحيه خلال العصور السابقه عاده. يبقى كلهم بيعملوا لي تغيرات وراثيه بس بيقول لي ما عدا. نقرا كده، اختلاف مساحه البحار الى مساحه اليابس، اي دي تعمل تغيرات من ضمن العوامل، تفاوت مساحه الماء الى اليابس، هو بيقول لي كلمه ما عدا. طيب الثانيه، اختلاف التضاريس، ايوه اختلاف التضاريس سبب من اسباب التغيرات وانتقال النطق المناخيه. طيب ارتفاع وانخفاض مستوى سطح البحر اثناء العصر الجليدي، هي الاجابه ارتفاع وانخفاض مستوى سطح البحر اثناء العصر الجليدي، لان النقطه الرابعه اختلاف الظروف البيئيه من ضمن عوامل حدوث التغيرات. يبقى الثلاثه اللي هي الاولى والثانيه والرابعة دي من عوامل ظهور تغيرات وراثية. هو هنا بيقول لي ما عدا، يبقى ما عدا تبقى النقطة الثالثة، يبقى الإجابة عندي هنا ارتفاع وانخفاض مستوى سطح البحر أثناء العصر الجليدي. السؤال اللي بعد كده، يؤدي انسياب الصهارة من أسفل مناطق الترسيب إلى أسفل مناطق التفتيت الى ايه؟ دي مباشرة جدا. هل ضغط الصهير على الصخور اسفلها مكونة طيات، ولا وجود فواصل في مناطق الترسيب، ولا عدم زوال الجبال رغم استمرار عمليات التعرية؟ يعني ده توازن. يبقى هي الاجابة عدم زوال الجبال رغم استمرار عمليات التعرية، اللي احنا بنقول عليه توازن القشرة الارضية. والرابعة تكوين جزر محيطية، يبقى الإجابة هنا عندي هي التالتة اللي هي عدم زوال الجبال ورغم استمرار عمليات التعرية، اللي احنا كنا بنقول عليها توازن القشرة الأرضية. السؤال اللي بعده، هنا بيقول لي تصل المسافة من قمة إيفرست إلى قاع جذرها حوالي، يبقى انا عايز من القمه لقاع الجذر. طيب اعمل ايه؟ اقول لك عايز الامتداد كله، الامتداد الراسي كله للجبل. طب نجيبها ازاي؟ اقول لحضرتك بحسبه بسيطه، ان انا عندي قمه ايفرست اللي هي فوق مستوى سطح البحر، ارتفاع الجبل 8840 متر. يبقى اذا الجدر اللي تحت اضرب 8840 في 4، اجمع الاربعه اللي هم 8000، الاربعه دول اللي هو ناتج ضرب 8840 على الايه في 4 على الارتفاع اللي هو ال 8840، هيطلع لي الرقم 4400 و200. او في ناس تانية قالت طب انا ممكن اضرب ال 8840 اللي هو ارتفاع في 5 على اساس واحد فوق واربعه تحت يديني الامتداد كله. لما يطلع 4400 و200 متر، اقرب رقم ليا في، هو هنا بيقول لي كيلومتر، يبقى اقرب رقم ليا عندي 44 كيلو متر.
هي الإجابة الأقرب وهي الإجابة الصحيحة. السؤال بعد كده نشوفه. الشكل التالي يوضح حركة الألواح التكتونية في منطقة ما. طيب نشوف كده، أنا عندي ده محيط، وهنا بيقول لي قشرة محيطية يعني فوقها المحيط برضو، وهنا انصهار في لوح، اندس تحت لوح وانصهر، تمام. وده الغلاف الصخري اللي هو يمثل القشرة المحيطية، تمام كده كويس قوي. ما نوع الحركة الموضحة بالشكل وما نوع الصخر المتكون؟ عايز اعرف نوع الحركة الموضحة بالشكل وما نوع الصخر المتكون. بيقول لي هل هي، طب قبل ما نتكلم ونشوف، ادي الاختيارات الاربعة، هل هي تباعدية وينتج عنها صخور بازلتية، ولا هي تقاربية وينتج عنها صخور انديزيتية، ولا تباعدية وينتج عنها صخور انديزيتية، ولا تقاربية وينتج عنها صخور بازلتية؟ اولا الحركة دي حركة تقاربية بين لوحين محيطيين، تمام، يبقى دي حركة تقاربية بين لوحين محيطيين، يبقى انا هشوف تقاربية، تقاربية هنا في الثانية وفي الرابعة، بس هنا بينتج عنها صخور انديزيتية، اللي تحت ينتج عنها صخور بازلتية، لان في بركان طلع اهو، بركان يعني هيطلع صهير ويرسب في الجشرة المحيطية من تحت. امسك جشرة محيطية، مكونات الجشرة المحيطية صخور ايه؟ بازلتية. اذا الاجابة عندي هنا هتكون النقطة ايه بقى؟ رقم اربعة، هي تقاربية وينتج عنها صخور بازلتية، تمام. نشوف السؤال اللي بعده، قلت عليها ليه بازلتية مش انديزيتية؟ لان الصخور دي الصهير اللي طالع من البركان هينزل على الجشرة المحيطية، يجي تبع الجشرة المحيطية، والجشرة المحيطية دي صخورها بازلتية، يبقى الإجابة هتكون نقطة أربعة. السؤال اللي بعده، سلاسل جبال الهيمالايا تكونت نتيجة إيه؟ نشوف مع بعض جبال الهيمالايا. يا ترى هل حركة بنائية يصاحبها فواصل ناتجة عن الشد التكتوني، ولا حركة تباعدية يصاحبها فوالق ناتجة عن الشد التكتوني، ولا حركة هدامة يصاحبها فوالق ناتجة عن الضغط التكتوني، ولا حركة انزلاقية يصاحبها فوالق ناتجة عن الضغط التكتوني؟ طيب بالراحة كده ونهدي، أنا خدت سلاسل جبال الهيمالايا دي تكونت نتيجة إيه؟ حركة تقاربية. طب تقاربية بين إيه؟ بين لوحين قاريين، يبقى دي حركة تقاربية بين لوحين محيطيين، وطالما أنا حركة تقاربية يبقى جاية نتيجة ضغط. طيب بس أنا مش جايب لي سيرة حركة تقاربية، في عندي اللي يعبر عنها الحركات دي حركة هدامة، يبقى الإجابة هنا نقطة ثلاثة، حركة هدامة يصاحبها فوالق ناتجة عن الضغط التكتوني، يبقى الإجابة النقطة الثالثة. طب أنت قلت عليها ليه حركة هدامة على الرغم أنك أنت بتقول في سلاسل متكونة؟ أنا بتكلم بقول ده حركة هدامة ليه؟ لأن لوحين قاريين اصطدموا ببعض، طيب أكيد في واحد فيهم هيندس أسفل الآخر، طب هما الاتنين قاري، بس أكيد فيهم واحد فيهم هيكون أكثر كثافة من الآخر، ولما هيندس اسفل الاخر هينصهر، تمام، يبقى اتهدم مش موجود، عشان كده بنقول على الحركة التقاربية دي حركة هدامة، وبالتالي الاجابة هتبقى النقطة الثالثة، حركة هدامة يصاحبها فوالق ناتجة عن الضغط التكتوني. السؤال اللي بعد كده، ادرس الشكل التالي حيث أن A و B و C و D محطات لرصد الزلازل ثم استنتج. يلا بينا نستنتج، آدي عندي A أهي، وآدي عندي B أهي، وآدي عندي C، وآدي عندي D. السؤال بيقول إيه وجايب لي اختيارات لي، أي من هذه المحطات تستقبل كل الموجات الزلزالية الداخلية؟
تستقبل كل الموجات الزلزالية الداخلية. أولاً إيه هي الموجات الزلزالية الداخلية؟ اللي هي الموجات الطولية أو الابتدائية والموجات السنوية. طبعاً الموجات الابتدائية دي بتمر في كل المواد، تمام؟ الموجات السنوية بتمر في الصلب بس. تعال نبص، يبقى الإجابة هنا مين اللي هيمر فيها الأولية والسنوية؟ اللي هي هتبقى الإجابة هتكون A اللي هي دي اللي هيمر فيها الاثنين، لأن الأولية والسنوية بيمر في الأولية بتمر في الصلب معايا، والثانوية بتمر في الصلب بس مش بتمر في الثانوي والغازي، يبقى هي دي اللي مر فيها الاثنين. طب واحد يقول لي طب ليه مش بي؟ اساسا بي ما وصلش ليها اي موجات زلزالية، اذا مش هترصد اي حاجة، مش هتستقبل اي موجات، اللي مفيش موجات جت ليها. واحد يقول لي طب ليه مش سي ولا دي؟ لانك انت لو بصيت لسي ودي مرت بالكرة الارضية كلها، يعني مرت بالصلب ومرت بالوشاح ومرت باللب الخارجي السائل، فدي يبقى مش هي، هو عايز دي هتمر بها اوليه بس. يبقى الاجابه الصحيحه اللي هيمر فيها الموجات الزلزاليه الداخليه للاوليه والثانويه هي A. نيجي نشوف الاختيارات. الاختيارات هبص الاقي ايه هي النقطه، ايه النقطه الثانيه، يبقى الاجابه هنا النقطه الثانيه اللي هي A. السؤال اللي بعد كده، ما الذي يميز قدر الزلزال عن شدة الزلزال؟ تمام، اولا انت عارف الفرق بين قدر الزلزال وشدة الزلزال. اقول لك، يعني انا مذاكر قدر الزلزال، قلنا ده عبارة عن مقياس نوعي وده للدمار الناتج عن الزلزال، وده متدرج من 1 ل 12، ده شدة الزلزال. إنما قدر الزلزال ده عبارة عن الكمية الكلية للطاقة المنطلقة من مصدر الزلزال، تمام؟ شدة الزلزال ده بمقياس ميركالي وده أقل دقة. ريختر ده بتاع قدر الإيه الزلزال اللي هو الأكثر دقة. يبقى إذا قدر الزلزال بيختلف عن شدة الزلزال في إيه؟ هل يا ترى مقياس مقسم لـ 12؟ لا، دي الشدة مش القدر. هل تغير القيمة للزلزال الواحد؟ لا طبعًا. ثبات القيمة للزلزال الواحد؟ ثبات القيمة للزلزال الإيه؟ الواحد بالنسبة للريختر دي ثابت. هنا يقاس بمقياس ريختر أكتر مقاييس الشدة؟ لا، ريختر مش بتاع مقاييس الشدة. ده بيقيس قدر الايه الزلزال. اذا الاجابه الصحيحه عندي هي النقطه الثالثه، ثبات القيمه للزلزال الايه الواحد. السؤال اللي بعد كده، ما الذي يفسر تكوين قشور كرويه على سطح كتله من صخر الجرانيت؟ تجويه النقطه الاولى، انكماش معدني تميؤ صخري، ولا تجوية تمدد صخري تميؤ معدني، ولا تعرية انكماش معدني تحلل صخري، ولا تعرية تمدد صخري تحلل معدني. طيب هو هنا بيقول لي تكوين قشور الصخر الجرانيت. طبعا القشور دي بتتكون نتيجة إزالة الحمل عن الطبقات وظهور الصخور النارية زي الجرانيت، فبيبدأ يحصل تكوين القشور. يجي دي تجوية ميكانيكية. يجي بعد كده حدوث التجوية الكيميائية اللي هو التحلل بقى لمعدن الفلوسبار داخل في الجرانيت، يعمل انفصال كامل للقشور. طب إذا الإجابة الدقيقة هنا عندي هتبقى نقطة أربعة، اللي هي تعرية وتمدد صخري، الاتنين دول تبع التجوية الميكانيكية، ثم تحلل معدني اللي هو التجوية الكيميائية. يبقى الإجابة عندي الصحيحة هي نقطة أربعة. نشوف السؤال اللي بعد كده، ده سؤال مباشر جدا، يوضح الشكل المقابل نواتج ترسيب الرياح. أوكي، هنا عندي إيه، شوف منظره إيه شكله،
والاتجاه الريح، وعندي بي. شوف يا سيدي، ايه دي من الشكل بتاعها؟ دي عبارة عن كثبان هلالية، دي هلالية شكل الهلالي، تمام. بي دي ساحلية، عند الساحل اهو. هو عايز ايه؟ عايز A وبي على الترتيب. خلي بالك من كلمة على الترتيب، يبقى لو على الترتيب اختار الاولانية تبقى هلالية والتانية تبقى ساحلية. ادور في الاختيارات، الاولى هلالية والتانية ساحلية، هتلاقي الاختيار عندي الاولانية هلالية والتانية ساحلية هو اول اختيار. يبقى الاجابة الصحيحة النقطة الاولانية كثبان هلالية اللي هي ايه، وبي دي كثبان ساحلية. السؤال اللي بعده، السؤال بيقول في الرسم البياني التالي الحرف صاد يمثل كل مما يأتي ما عدا. خلي بالك من كلمة ما عدا دي، تركز فيها قوي يعني. طيب ده صاد، ده هنا عمق الخور، انت عارف الخور ده اللي هو بيجي نتيجة تحت المية بتاع السيول في الصخور، تمام. ده بيزيد، هو هنا خلي بالك بيقول لي ايه اللي بيزود عمق الخور ما عدا واحدة مش هتزود. هنا بيقول لي انحدار المجرى، طبعا انحدار المجرى كل ما بيزيد الانحدار يزيد عمق الخور، بتزيد السرعة وبيزيد النحت، تمام. سرعة جريان المية نفس الحدوتة، المية كل ما تبقى سريعة كل ما تنحت أكتر بالحمولة اللي هي شايلاها. طب التالتة، سرعة جريان الماء قلنا دي خلاص عملناها. اللي بعديها شحنة مياه السيل، طبعا كل ما الشحنة تبقى كتيرة للمية كل ما هينحت أكتر، يبقى بيتفق معايا يعمق أكتر، يبقى كل دول متفقين. هو بيقول لي ما عدا مقاومة الصخر للنحت، تمام. كل ما يكون الصخر مقاوم للنحت كل ما النحت هيبقى قليل، مش هيكون في عمق كبير. يبقى الإجابة عندي هتكون، لأنه بيقول لي بكلمة ما عدا، هتكون الإجابة مقاومة الصخر للإيه؟ للنحت. بالمناسبة احنا بنستعرض الأسئلة وشكلها وازاي افكر فيها، ده اشكال الاسئله، ممكن يغير اي شكل بس هيبقى تبع الفكره دي. مع مراعاه حاجه، ان الامتحان بتاع شهر 5 التجريبي دوا، الامتحان دوا مش لاخر المنهج، لان في اجزاء من الباب الخامس مش موجوده، في كمان العلوم البيئيه كلها مش موجوده. اعتقد الكلام ده هي ممكن يتوفر في الامتحان بتاع شهر 6 التجريبي. النقطة التانية اللي أنا عايز أوضحها لك برضو، ما تاخدش الامتحان ده مقياس، يعني أنا ممكن أقول على الامتحان ده متوسط، ما يعني دولش خلاص ده متوسط وتروح يجي لك حالة همدان كده في المذاكرة وأنا هبقى مش بعد كده، لا. توقع أن يجي امتحان فيه أفكار أعلى، هيكون أصعب شوية. طب أنت بتقول كده ليه؟ أنت هتتعبنا كده؟ لا ما بتعبكش ولا حاجة. أنا لما أتوقع الأصعب يا شباب وجي الامتحان فيه شيء من الصعوبة هيبقى بالنسبة لي عادي وأنا مستعد وجاهز ليه، لكن لما أتوقع أنه سهل ويجيني فيه أفكار أنا هيحصل لي مشكلة. فإحنا دايما نخلينا في الحاجة الأحوط لينا اللي هي نذاكر على كل المستويات. وواضح أن الأسئلة دي بتاع الامتحان اللي أنا شايفه قدامي معظمها تعتمد على الفهم بتاعك، فياريت كلنا نركز على الفهم كويس جدا. وبالمناسبة عايز أقولك على معلومة، ذاكرتك بالتركيز مع حل مع التفسير للإجابات ده شيء كويس جدا، وهقول لك أطمنك إن ممكن تقفل وتجيب الدرجة النهائية إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله هتعمله كده. نشوف السؤال اللي جاي ده. السؤال بيقول لي إيه؟ ادرس الشكل التالي ثم استنتج. ادرس الشكل التالي ثم استنتج. درسنا الشكل، سمك الطبقة بتاع التربة، المحور الرأسي، والعامل سين ده المحور الايه؟ الأفقي. أنا شايف الرسمة دي علاقة عكسية، تمام. سمك طبقات التربة،
ما الذي يعبر عنه العامل سين؟ هل تأثير عوامل المناخ؟ هل تأثير الكائنات الحية؟ هل العامل الزمني؟ ولا درجة صلابة الصخر؟ تعال نفكر مع بعض وانا هجاوبها ازاي. اولا كلنا عارفين التربة. التربة ايه هي يا شباب؟ التربة تنشأ من تفتيت الصخور السطحية، تمام، وتأكلها بيكون بفعل عوامل التجويع، تمام. يبقى كل ما يحصل تفتيت اكتر كل ما تتكون عندي تربة حجمها اكبر او سمكها اكبر، تمام. عامل المناخ بيأثر ويفتت اكتر، تأثير الكائنات الحية برضو تساعد على التفتيت، العامل الزمني كل ما يمر وقت اكتر كل ما يحصل تفتيت اكتر، يبقى كل ده يعتبر طردي. لكن درجة صلابة الصخر، كل ما صلابة الصخر تكتر كل ما معدل التفتيت يقل، كل ما معدل السمك يقل. إذن الإجابة عندي هتكون النقطة الرابعة اللي هي درجة الصخر، اللي هي تمثل العلاقة العكسية في الرسم اللي احنا شفناه سوا. يبقى الإجابة رقم 4 اللي هي درجة صلابة الصخر. السؤال اللي بعده، بيقول لي ايه هنا؟ إذا علمت أن منسوب الماء، يقصد به المية الأرضية، في منطقة ما على عمق 45 متر، فالسؤال بيقول ما العمق المناسب لحفر بئر للحصول على الماء الجوفي من هذه المنطقة؟ هل 45 متر ولا أكتر من 45 متر ولا 25 متر ولا 35 متر؟ تعالوا نشوف مع بعض. أنا بيقول لي منسوب الماء في منطقة على عمق 45 متر. أنا عشان أجيب المية بقى أجيبها من تحت العمق ده، يعني عمق أكتر، يجي أكتر من 45 متر هي الإجابة. يبقى الإجابة هي النقطة التانية دي، أكتر من 45 متر. أقول لك ليه وإنت بتذاكر حضرتك. أنت عارف منسوب المية أو مستوى ماء التربة ده عبارة عن إيه يا شباب؟ هو مستوى الماء الذي تتشبع أسفله جميع المسام والشقوق والفراغات، أسفله يعني أكتر من 45 متر. يبقى الإجابة هنا عندي كام؟ أكتر من 45 متر، اللي هي النقطة الثانية. السؤال اللي بعده، أي مما يأتي لا يفسر؟ خلي بالك من كلمة لا، وهو طلع جدع هنا وحط لك خط، يعني بيقول لك ايه، خد بالك عشان ما تعديش عابرة. أي مما يأتي لا يفسر تكون الكهوف في الصخور الجيرية في المقطم؟ نمو بلورات معادن الصخر، ولا تغير التركيب الكيميائي للصخر، ولا تغير التركيب المعدني للصخر، ولا تحلل وإذابة؟ كل ده التلاتة اللي من تحت دول تغيرات في الصخر، تغيرات في الصخر، والكهوف دي بتتم بواسطة المية اللي بتبقى موجودة. يبقى أنا هنا اللي هتكون عندي الإجابة التي لا تفسر هي نمو بلورات معادن الصخر، نمو بلورات معادن الصخر. إمتى معادن الصخر يحصل لها نمو؟ لما تتعرض لحرارة، لما يحصل لها تعرض للحرارة. وأنا عندي هنا دي كهوف جاية من مية وحاجات زي كده، يبقى إذا الإجابة عندي هتكون نمو بلورات معادن الصخر. السؤال اللي بعد كده، أي الظواهر التالية تتكون نتيجة زيادة انحدار مجرى النهر فجأة؟ وخلي بالك من كلمة فجأة، زيادة انحدار مجرى النهر فجأة. هل الأسرة النهرية ولا الدلتاوات النهرية ولا الالتواءات النهرية ولا الشلالات النهرية؟ خلي بالك أنا عندي أسرة الأنهار والشلالات دي لما يكون في انحدار في مجرى النهر، مرحلة الشباب. الدلتوات أستبعدها مرحلة الشيخوخة، ترسيب. الالتواءات في مرحلة النضج،
طيب يبقى انا هنا بين حاجتين، يا ترى اسره الانهار ولا الشلالات النهريه؟ خلي بالك من كلمه فجاه، فجاه يبقى دي شلالات نهريه اللي هي المساقط المائيه. طب ليه مش اسره الانهار؟ اقول لحضرتك ليه مش اسره الانهار. لان اسره الانهار دي بتيجي منين؟ نتيجه تفاوت افرع النهر في النحت. تفاوت افرع النهر في النحت، فالنهر ذو النحت القوي يكون مستوى الماء فيه اقل من مستوى النهر الماء في النهر ذو النحت الايه الضعيف، فياخذه مصبا له. وخلي بالك بقى العمليه دي عايزه زمن عقبال ما ينحت ويعمق ونشوف. فاذا لكن هنا كلمه فجاه هي اللي خلتني قطعت الشك باليقين وقلت بقى ان هي الشلالات النهريه او المساقط المائيه. يبقى الاجابه هي النقطه الرابعه. السؤال اللي بعد كده، تختلف رواسب المنحدر القاري عن رواسب الأعماق الصحيقة في كل مما يأتي عدا. كلمة عدا دي تخلي بالك منها قوي، أو كلمة لا لما تلاقيها موجودة في السؤال. طيب يبقى تختلف رواسب المنحدر القاري عن رواسب الأعماق الصحيقة في كل مما يأتي، يعني كله مختلف ما عدا حاجة دي هتبقى مش مختلفة، هتبقى متشابهة. طب نشوف الاختيارات ونتكلم مع بعض. أولا منطقة المنحدر القاري اللي هي اسمها منطقة حافة الأعماق، اسمها منطقة حافة الإيه؟ الأعماق. طيب وبعدين الأعماق الصحيحة اللي جنبيها، هم مختلفين عن بعض ما عدا حاجة موجودة هنا موجودة هنا، أدي كلمة ما عدا. وجود الرواسب الدقيقة العضوية الجيرية والسلسية، تصدق الاثنين دول موجودين هنا وهنا، دي فيها رواسب جيرية وسلسية ودي فيها رواسب جيرية وسلسية اللي هي المنحدر ورواسب الأعماق. طب جاية منين الرواسب دي؟ أقول لحضرتك من الفورامينيفرا والدياتومات، يبقى دي عامل مشترك. أما الباقي ده مش مشترك، ده مختلف. مصدر الرواسب الطينية، أنا عندي في رواسب طينية في منطقة المنحدر القاري الدقيقة جدا خلي بالك، وده آخر ما تم نقله يا يعني إما عن طريق الأنهار أو الرياح، لكن منطقة الأعماق ما بتوصلهاش أي مواد منجولة، ما فيهاش الكلام ده، ما فيهاش طينية، يبقى دي تختلف. وجود بقايا كائنات دقيقة تسمى الراديولاريا، بالمناسبة الكائنات الدقيقة الراديولاريا أو الشعاعيات دي اسمها الشعاعيات على فكرة، دي كائنات دقيقة مجهرية، دي مميزة لمنطقة المنحدر القاري فقط، يعني مش موجودة في منطقة الأعماق. يبقى في اختلاف. لون الرواسب الطينية، في اختلاف، دي رواسب طينية، مفيش رواسب طينية أصلا في منطقة الأعماق الصحيحة، ده في طين بركاني أو الطين الأحمر، تمام؟ يبقى ده برضو اختلاف. يبقى اذا هما متفقين مع بعض، اللي بيقول لي ما عدا، يبقى ما عدا وجود الرواسب الدقيقه العضويه الجيريه والسلسيه هي الاجابه الصحيحه اللي بتبقى موجوده عندنا. كده الامتحان ده خلص، وان شاء الله نلقاكم في حلقه اخرى للمراجعه، وامنياتي لكم بالتوفيق والتفوق، وشد حيلكم، وانا متاكد ان تبذلوا مجهود كبير في المذاكره وتركزوا اليومين الجايين دول، ان شاء الله هتحققوا التفوق. واطيب امنياتي لكم بالتوفيق والتفوق. محمد الطبي.